بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة آفاق لتعلم لف المحركات الكهربائية. إن شاء الله سنتناول شرح اللف محرك 24 مجرى 2 قطب أحادي الطور، أي وجه واحد. إذا عجبك الفيديو دعمنا بالاشتراك ولايك وشير. سنتناول بإذن الله في هذا الموضوع العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك، التقسيم وخطوة اللف، إيجاد البدايات بين ملفات التشغيل والتقويم، والتوصيل الداخلي للمحرك، التوصيل بين مجموعات سواء التشغيل أو التقويم، ورسم الانفراد وهو عبارة عن محاكاة لرسم المحرك ولف المحرك وتسقيط الملفات، والتوصيل بين المجموعات والتوصيل بين ملفات المجموعات بين التشغيل والتقويم. ننتقل أولا للعمليات الحسابية الخاصة بالمحرك. العمليات الحسابية الخاصة بالمحرك، أولا نقوم بتقسيم المحرك. تقسيم المحرك نقوم أولا بإيجاد القطوة القطبية أو عدد المجاري تحت كل قطب الساوي 24 مجرى، وهي عدد مجاري المحرك، على 2 قطب الساوي 12 مجرى. فهذا المحرك ستشغل ملفات التشغيل تلتين المجاري وملفات التقويم تلت المجاري. يوجد إذا عدد مجاري التشغيل تحت القطب الواحد الساوي 2 على 12 في 2 على 3 اللي هو التلتين، الساوي 8 مجرى. عدد مجاري التقويم الساوي 12 اللي هي عدد مجاري تحت كل قطب في التلت 1 على 3 الساوي 4 مجرى. يبقى هنا ملفات التشغيل هتكون 4 سرية، ملفات التقويم هتكون 2 سرية. طبعا قسم 8 على 2 هتدينا 4 سرية، 4 على 2 هتدينا 2 سرية. طب خطوة اللف هنا، خطوة لف التشغيل هتكون 4 سرية، خطوة لف متداخل 1 إلى 12 ملف الأكبر، 1 إلى 10، 1 إلى 8، 1 إلى 6. ملفات التقويم هتكون 2 سرية، 1 إلى 10، 1 إلى 12 ملف أكبر، 1 إلى 10 ملف أصغر. وهنشوف الكلام ده على رسم الانفراد وكيف تحديد خطوة اللف طبقا للتقسيم. إيجاد المسافة بين التشغيل والتقويم، أو الفرق بين التشغيل والتقويم، أو الفرق بين بداية التشغيل والتقويم. هنقوم أولا بإيجاد المسافة بين مجرين متجاورين، وهتمثل 180 وهي رقم ثابت سواء المحرك أحادي الطور أو ثلاثي الطور، على 12 مجرى وهي عدد المجاري تحت كل قطب، يبقى تساوي 15 درجة كهربائية. هنقوم إذا بإيجاد المسافة، بناء على ذلك المسافة بين التقويم والتشغيل هتساوي 90 درجة، وهي المسافة بين التشغيل والتقويم في محركات الوجه الواحد هتكون 90 درجة، على 15 وهي المسافة بين كل المجرين متجاورين في المحرك. إذا هتمثل 6 مجاري المسافة بين بداية التشغيل والتقويم في هذا المحرك. طب ننتقل إلى التوصيل بين المجموعات سواء للتشغيل أو التقويم، ستكون نهاية في نهاية وبداية في بداية، لأن هنا المحرك عنده 2 قطب، إذا المجموعات ستكون متجاورة. ننتقل إلى رسم الإنفراد لتوضيح ما سبق ذكره. هنا هنبدأ برسم 12 مجرى وهو القطب الأول. هنلاحظ هنا إن أنا عندي 4 و4 باللون الأزرق وهو يمثل ملفات التشغيل، يبقى 8 مجرى عندي للتشغيل، والأخضر 4 مجرى، يبقى كده عندي أول قطب ويمثل نصف المحرك. ثم القطب الثاني، لاحظ هنا طريق الزوج ناحين، يبقى هنا عندي أيضا أدي 12 مجرى لغاية اكتمال 24 مجرى. لاحظ أن أنا عندي 8 مجاري فقط باللون الأخضر والباقي للتشغيل باللون الأزرق، يبقى كده شغل المحرك التلتين للتشغيل وتلت واحد للتقويم. هنبدأ هنا بداية التشغيل من المجرى رقم 1 ويرمز له بالرمز U. هنا عندي خطة اللف بالنسبة للتشغيل 4 سرية، تمام، 1 12 1 10 1 8 1 6. يبقى هنا كده هنبدأ بإسقاط أول سرية. طبعا هنا في طريقة المتداخل أكون عندي بين أبعد مجرين هنا من 1 إلى 12 الملف الأكبر، طالما الخطوة مش ثابتة. يبقى إذا كده هنبدأ السرية الثانية للمجموعة الأولى، ثم السرية الثالثة، ثم السرية الرابعة. يبقى كده هنا عندي أول مجموعة مكونة من 4 سرية. التوصيل الداخلي في نفس المجموعة سيكون نهاية في بداية ومر التيار في اتجاه واحد، وهنوضح ذلك بيانيا ورسما بالتفصيل. كده هنا هنوصل نهاية المجموعة الأولى مع بداية الثانية،
ثم نهاية السرية، معذرة السرية، ثم نهاية السرية الثانية مع بداية السرية الثالثة، ثم نهاية السرية الثالثة مع بداية السرية الرابعة. يتبقى لدينا طرف وهو نهاية المجموعة، وهو نهاية السرية الرابعة للمجموعة الأولى. ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية مجاورة لها نفس خطة اللف 1 إلى 12، ثم السرية الثانية، السرية الثالثة، السرية الرابعة. يبقى كده عندي 4 سرية للمجموعة الثانية. هنقوم بتوصيل نهاية المجموعة السرية الأولى أو الملف الأول مع الثانية، بداية الثانية، ثم نهاية الثانية مع بداية الثالثة، ثم نهاية الثالثة مع بداية الرابعة. كده هنا اكتمل توصيل المجموعتين من الداخل. هنقوم بتوصيل المجموعتين. المجموعتين يتم توصيلهم، كيفية توصيلهم؟ توصيل بين المجموعات يكون نهاية في نهاية، لأن المجموعات متجاورة. وقد عندي نهاية مجرى رقم 9 مع النهاية اللي هي في مجرى رقم 21. يبقى كده وصلنا المجموعتين ملفات التشغيل. يتبقى لدينا طرف وهو نهاية ملفات التشغيل مجرى 13، ورمز له بالرمز X. هنا أصبح عندي مجموعتين متجاورتين. بمرور التيار باتجاه معاكس يصبح عدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات. هنا عندي مجموعتين يبقى المحرك 2 قطب. أنا هنوضح لحضراتكم إزاي يمر التيار في المجموعة داخل نفس المجموعة والمجموعتان. هنا المفروض يمر التيار في المجموعتين باتجاه معاكس بنفس اتجاه الأسهم ذلك. هنا همثل بالنقطة دي دخول التيار. هنا لو دخل التيار هنا عندي من البداية سيمر في السرية الأولى بالاتجاه ده. طبعا هنا قاعدة لازم يمر بنفس الاتجاه في السرية التي تليها تانية، نفس اتجاه السهم. لاحظ كده دوران التيار مع السهم، ثم السرية الثانية، ثم السرية الرابعة. هنلاحظ ما دام وصلنا في النهاية هيعكس معايا هنا كده. لاحظ كده عكس معايا في 4 سريات أيضا التانيين باتجاه مع نفس اتجاه السهم ذلك. يبقى إذا التيار مر في اتجاه معاكس وعدد الأقطاب يساوي نفس عدد المجموعات. يبقى إذا المحرك 2 قطب. ننتقل إلى ملفات التقويم وبداية ملفات التقويم. تم حساب بداية ملفات التقويم بفرق 6 مجاري. يبقى أنا هنا أعد 6 مجاري وأبدأ ملفات التشغيل. يبقى أنا هبدأ ملفات التشغيل من التقويم منين؟ من المجرى رقم 7 ويرمز لها بالرمز V. تمام كده. يبقى دي بداية ملفات التشغيل. كده هنا لو لاحظنا هنا إن أنا عندي 2 سرية فقط لا غير. كده إحنا حسبنا 4 مجاري لكل قطب. يبقى إذا 2 سرية بواقع 1 إلى 12 الملف الأكبر، 1 إلى 10 الملف الأصغر. يبقى هنا من 1 إلى 12 أول سرية، ثم السرية الثانية بواقع 1 إلى 10. يبقى كده دي أول مجموعة لملفات التقويم. ثم نقوم بإسقاط المجموعة الثانية. طبعا التوصيل داخل نفس المجموعة، نهاية في بداية، نهاية المجموعة الملف الأول مع بداية الملف الثاني، ثم السرية المجموعة الثانية لملفات التشغيل. هنقوم أيضا بالتوصيل داخل نفس المجموعة، نهاية في بداية. طبعا هنا عند التوصيل بين المجموعتين ستكون نهاية في نهاية. يوجد نهاية أدها مجرى رقم 27 إلى 17، هي نهاية المجموعة الأولى لملفات التشغيل تقويم، ودي نهاية المجموعة الثانية. هنقوم بتوصيلهم. يتبقى لدينا طرف وهو بداية المجموعة الثانية وهو نهاية ملفات التقويم، يرمز له بواي. يبقى كده اكتمل لف المحرك وخروج الـ4 أطراف، طرفين للتشغيل وطرفين للتقويم. وانا اذا عجبك الفيديو دعمنا باشتراك ولايك وشير. واخوكم ابراهيم عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.